طفلة مريضة مرض ولادي عسر، يسولها العملية الأولى تفشل، بعد سنتين يسولها العملية الثانية كذلك تفشل. هاي الطفلة تحضر مجالس الحسين سلام الله عليه مع أمها، كل احنا ندري المشاهدين الكل يدري بأنه عندنا 10 ليالي الملاية يومية ببيت، هاي أجواءنا اللي ماشية. قصدك بالنسبة للنساء؟ للنساء نعم. نعم. فهاي الطفلة تحضر مع أمها يومية المجلس، الطفلة شنطون بالمجلس يوزعون هذا العصير النستل الكيكة تجيبها تضمها وين بميزها، إلى حد يوم ليلة العاشر ليلة عبد الله الرضيع عليه السلام، تخلص الملاية فتجي هاي الطفلة تقول للملاية، تقول لها تجين تقرين عندي وطي شلف. الله أكبر. فالملاية تجي وياها تسمع كلامها، تجي وياها تلقاها يم ميزها مطلعه هذن الأشياء اللي مجمعتهن من المجالس، مطلعتهن وحاطتهن وقرت لها وراحت. هذا الطفل شي يشوف أمه وأبوه يسوي مثلهم يطبق. نعم. فقامت تلزم بهاي الأشياء تمسحن هيك وتحط على جسمها، تقول له أبو علي مريضة، أبو علي ألم بمرادك من الناس مو عوز، عدنا الخير نعمة على الزيادة، ودور عنك بكل صوت ينعاك واحضر مجلسك واخذ مراد، حضرت العشرة لك عاميا والعام لحد ما صار مجلس عندي عاد، واركوض واحترق وينار الخيام ويهب الهوى وانطش برماد. أبو علي مريضة بلا ذنب والشاهد بهاي، عرفوا مرضي بأيام الولادة، ولحد هاللحظة بي من الوجع آخر حياة عدم قانون السعادة. أبو علي انحرمت من الدراسة ولعب الأطفال ومنتظر وفاة تاخذ شهادة، وحضرت حفظت أول درس أول درس جاي ينقره هواي من ينبابنا الباب العيادة. أبو علي انحرمت من الدراسة ولعب الأطفال ومنتظر وفاة تاخذ شهادة، وحفظت أول درس جاي ينقره هواي من ينبابنا الباب العيادة. الميت لعزيز الوادم تقول ملامح مظهرة تبين حداد، وانا اللابس اسود حتى بالنوم لان يومي اموت على الوساد. هلي هلو ديرة هلي ما لمهم فيها بكثر ما فرعوا لله ودعول، وهاي انا على حطة مرضي لليوم واكبر حلم عندي القال قول، وبديت اكبر خلق واصغر بالايام، بديت اكبر خلق واصغر بالايام، واقول على العمر صاير فضولي، واصد قبال المراية على العيون واشوف ايام عمري بقد نحولي. ابو علي شن هواي على مثل الطيب وتقوم وانا محشمه الحسين على طولي، ابو علي شن هواي على مثل الطيب وتقوم وانا محشمه الحسين على طول، وابو فاضل وزينب والبلقماط وابوي قال عنهم ينتخولي، ولهسه الوحدة صارت بيا باثنين دعوت الضالة ومرض الطفول، مدر الخلل بينا جفوفنك صار مدر الذنب بيا وضاحك. الله